وقت قلت هيك فجأة أخ منك يا بهار، مثل ما بتعرف المواضيع الكبيرة دائماً بتتحمل للرجال. ليك البني آدم أوقات بيضايق زيادة وبتتسكر البواب بوشه، بس أنا ما قصدي بالمصاري إنه نحنا بدنا منك صدقة هارون بيك. لا أنا ولا مرتي منطلع على هاي الأمور الصغيرة، يعني نحنا بتعرف هلا الغاز عرضت علينا مبلغ كبير 10 مليون دولار، ونحنا ببساطة رفضنا ناخد هالمبلغ، بس هذا غير موضوع. نحنا بناتنا تعبوا كتير، وبعد الخبر يلي جبلنا يا المحامي من بلغاريا رح يتعبوا أكتر. يعني المكتوب منبين من عنوانه هارون بيك، صهرك رح ينفد من التهمة ورح تقلب القضية بين بنتي وبنتك. وبالنهاية بناتنا عانوا كتير من عداوتهم لبعض، وانت اكيد تعبت، بس نحن بالواقع تعبنا اكتر بكتير. بالنتيجة بنتك ما حدا ضربها وما حدا حكى على اخلاقها ولا كذبها. ما بعرف شو قلك اكتر، يعني من جهتي انا ما بدي فوت بموضوع عدلي مع بنتك، بس بنتك دمرتنا بالتنمر الرقمي لحاله. ليكا هي أنقذت زواجها ورجعت له لزوجها، بس بنتي اللي ضلت بفضيحتها عم تتخبط كل حياتها. بنتك شو ما حاولت تعمل ما رح تقدر تدفع ثمن الأذى يلي سببته لبنتي. بس أنت رح تدفعه. نحنا كرمال بناتنا ما يعانوا أكتر اتصرفنا بأصلنا وضميرنا وسحبنا قضية التعويضات، وانت رح تتصرف بأصلك ورح تعطيها لمرتي باليد مبلغ قضية التعويضات. عفواً بس دقيقة، أنا فهمتك صح شي؟ بهار خانم بدها مني مصاري؟ ايه مثل ما بتعرف الأمهات بيكونوا حساسات أكتر منها. أنا مرتي بصراحة كتير انقهرت، وتحديداً من تنمر بنتك على بنتي، وبرأيها لازم يكون في تعويض عن التنمر يلي تعرضت له بنتنا. بتقلها لبهار خانم تريح بالها وقلبها، راح تاخدوا اللي بدكن إياه. الدكتورة قالت لي شي عن إيلا، متعلق بهداك الزلمة أعمق بكتير مما عم نشوفه بعيوننا. الدكتورة بتمسكني من جهة والمحامي بيمسكني من الجهة الثانية مشان ما تتضرر هاي الدعوة، وهلأ بتقلي إنه بنتي بهداك اليوم كانت مع الوسخ اللي خادعها بحبه. يعني هل هالشي بينفع بنتي ولا هو رح يضر القضية كلها؟ بصراحة ما عم بعرف بنوب. خلص أخدت قراري، وحتى أبوها لسه ما بيعرف فيه. أنا قررت بعتذر هارون بيك، بس قلبي مليان حكي، لهيك عم بحكي بدون ما أسكت وما خليت لك دور تحكي. لو سمحت ما تواخذني. قل لي شو في عندك؟
هارون بيك صاير شي معكم؟ ايه صاير بهار خانم. الحقيقة اللي صاير هلأ انتهيتوا؟